المحل اكثر شيء يبدع بالمحل اكثر شيء بضاعه عراقيه اشوف لك اياه. عندنا البرغل هذا مثل الرز ناكله، هذا كثير كثير مشهور بالعراق. طبعا هذا مخللات بالعراق نسميها ترشي عراقي. احنا معروفين يعني نحب الضيوف، نحب اول ما يجون لازم نستخدم المكسرات. احنا العراقيين مشهورين بالاكلات الطيبه، من الدولما، من البرياني، فكلها تحتاج نوع خاص من السبايسز. ما تكون شو المكان. اهلا وسهلا فيكم في اسواق جميل، ونتشرف فيكم دائما.